أنا اسمي وليد أبو ندى وأنا اليونج تشينج ميكر للجنة الأردنية. الفكرة من عملي هو بيجي من جهتين، أول جهة تعاملي مع الشباب، تعاملي مع الشباب واللاعب اللي معنا، فأنا بكون خلينا نحكي الرابط بين المدرب والصديق، عشان عادة اللاعب بيحتاج هذا الفاصل يعني، وأنا عم بحاول أوفر هذا الإشي. وبرضه ثاني إشي جزء من برنامجي هو تعامل مع اللجنة المنظمة الدولية، واللي هو بنقوا ناس بيعملوا تغيير في مجتمعاتهم إيجابي من خلال الرياضة، ومنها إحنا هون نكسب يعني خبرة ونتعلم ونتعرف على ناس، ومنها ناخد دروس عشان إن شاء الله نرجع فيها للأردن ونقدم التغيير في المجتمع من خلال الرياضة. Young Change Maker دورنا هو برضو زي ما حكيت تركيز على تطوير اللاعب خارج الملعب، فإحنا هون في الأولمبياد في أكثر من موقع منه بيقدر هو يحسن حاله ويكتشف أشياء عن جسمه وعن شخصيته كمان. ففي البرفورمانس أكسيليريتر اللي هو بيوضح نقاط ضعفه في جسمه وبيقدر يفرجيه إيش بيقدر يتحسن ولأي مدى كمان. وفي برضو عندك مواقع في داخل الخيام اللي هي زي السي سبورت مثلا اللي بتفرجي إنه إيش المبادئ الأساسية الأولمبية. بالآخر في كثير من اللعيبة عم بيشاركوا قاعدين بس ما عم بيعرفوا القيم الأساسية اللي لازم ينافسوا فيها واللي لازم يشاركوها مع الآخرين، فهو هذا اللي عم نحاوله نوصله إحنا قاعدين. عم ناخد خبرة مش بس بالرياضة نفسها، برضو عم نكسب كلنا، عم نتعرف على بعض، عم نفيد بعض من خبراتنا ومن تجاربنا، ويعني كل حد هون أنا متأكد طلع بدرس وتعلم شيء جديد عن حاله يعني. حصلت على جائزة فليبس أنجل وهي منظمة في ألمانيا بتعطي شباب عم بيعملوا تغيير في مجتمعاتهم، وهي الجائزة عادة بتعطي الشباب الأوروبيين، بس الحمد لله وكل يعني فخر كنت أول عربي يحصل على هذه الجائزة، وهي لعملي في منظمة غير ربحية واللي هي أسستها في عام 2017 واسمها The Champ Camp. والفكرة منها تهدف إنه نوفر بيئة رياضية وبيئة سليمة تكون للشباب والبنات في مخيم البقعة، والفكرة منها إنه إحنا عم نحاول ندعم الرياضيين يدخلوا الرياضة من غير أي خوف، من غير أي خطر عليهم، وبدنا نخلي يحطوا طاقاتهم بإشي إيجابي بالآخر.